بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا غريب يا مظلوم كربلاء سيدي طبتم وطابت الأرض التي فيها يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ألا يا رضاك رضا الباري وسخطك سخطه فيا ليت ما كان الطريد ولم تكن ودس إليك السلام. السلام عليك يا مولاي يا زين العابدين. فيا ليت ما كان الطريد ولم تكن ودس إليك السم غدرا بشرابي فيا لإمام محكم الذكر بعده ويا لفقيد قد أقامت مأتما فيا بيت النبوة وما أصابه من دجى ولله أفلاك البقيع فكم بها حوت منهم ما لم تحويه بقعة بوركت من أرضا كل يوم وليلة
أي مصايب أهل البيت البدور تصيح بصوت سكنة بقلب مفطور تجددنا احنا بخامس وعشرين تجددنا احنا بخامس وعشرين والله شكثر لعاد شفنا بشهر عاشور فقد حسين وفقد الميامين وفقد الأكبر صاب وفقدك يا زين العابدين يا عيني على السجاد بجب دمع من دم يا قلبي يا على ابو الباطر تلتشب شهيد ومات بالسيم قضى وعينه مشبوح على الغاضريه يا قضى وعينه مشبوح على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب البحار إن البكاؤون خمسة، قال آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة عليها السلام وزين العابدين، حتى أكمل كلامه فقال ما قدموا طعاما وشرابا إلى زين العابدين إلا وقد بكى على أبيه الحسين، وقال إنه بكى 20 عاما أو 40 سنة. صلوا على محمد وآل محمد. إذن في هذه الأيام الحزينة الموجعة لقلب الإمام صاحب العصر والزمان، أيام محرم شهر الدم والشهادة، وكم من مصاب تحمل إمامنا صاحب العصر والزمان في هذا الشهر، فقد الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وفقد الأصحاب تلك الثلة المؤمنة مع أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، والآن واليوم أو يوم أمس كان فقد الإمام زين العابدين عليه السلام في 25 من شهر محرم الحرام لسنة 95 للهجرة، وكان عمر الإمام زين العابدين عليه السلام في ذلك الوقت 57 سنة. كان عمر الإمام عليه السلام في كربلاء عندما حضر واقعة كربلاء مع أبيه الحسين عليه السلام 22 سنة، واستمرت فترة إمامة الإمام 35 سنة، يصبح عمر الإمام 57 سنة. 35 سنة من حياة الإمام في الإمامة كلها مليئة بالعطاء المثمر. طبعاً دائماً ما يتناول الخطباء الله يحفظهم على المنابر حياة الإمام السجاد عليه السلام، وكأن حياة الإمام السجاد انحصرت في يوم كربلاء وانحصرت في تلك الأيام أيام السبي، وعندما دخل الإمام على قصر عبيد الله بن زياد وبعدها على قصر ذلك الطاغي
يزيد ابن معاوية، وكأن الإمام انتهت حياته في هذه الفترة فقط. لا، حياة الإمام عليه السلام مليئة بالعطاء، 35 سنة عطاء مثمر، وحياة مليئة بالمواقف والحكم والعبر والمواعظ. إمام عاش حياته وقدم للأمة ما قدم. نحن إن شاء الله ببركة مجلس الحسين، بركة تواجدكم، سوف نجزل ونجمل حياة الإمام زين العابدين ببعض الكلمات إن شاء الله وبعض الموارد. نأخذ المورد الأول وهو عبادة الإمام زين العابدين عليه السلام، ولماذا سمي بزين العابدين، ولماذا سمي بالسجاد وسيد الساجدين. طبعا المتمعن بهذه الشخصية والذي يقف عند هذه الشخصية ويترجم هذه الشخصية يجد أن هذه الشخصية قد أعطت للإسلام حقه. الإمام زين العابدين، نعرف الإسلام من خلال عبادة زين العابدين عليه السلام، لأن عبادة زين العابدين عليه السلام كانت العبادة الحقيقية والاتصال الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى. الإمام يصفه المؤرخون في كتب الروايات وكتب السير، عندما كان يصلي كان ينقطع عن هذه الدنيا، الإمام تحلق روحه نحو الله سبحانه وتعالى ويبقى ذلك البدن. حتى يذكر في رواية أن ابن الإمام كان له طفل قد سقط من مرتفع وانكسرت يده، فأتوا ليخبروا الإمام، وجدوا الإمام منقطع في عبادته مع الله سبحانه وتعالى، فتركوا الإمام على حاله وعلى عبادته، وأخذوا الطفل وجبروا كسره. في الصباح الإمام نظر إلى هذا الطفل وسألهم ما حل به، قالوا له كنت منشغلا في عبادتك ومنقطعا عن هذه الدنيا. الإمام عندما كان يصلي كان حاضرا روحا وعقلا وبدنا مع الله سبحانه وتعالى. لم تكن صلاة الإمام زين العابدين مجرد جسد واقف ويتمتم بتلك الكلمات والروح والعقل سارح بمشاغل الدنيا و أمور هذه الدنيا وهذه الحياة. لا، الإمام كانت صلاته صلاة حقيقية، أعطى للصلاة حقها. وعندما نقف عند هذه الشخصية نعرف أنه تعلم وتدرب في بيت النبوة، هكذا كانت صلاة الحسين عليه السلام، هكذا كانت صلاة الإمام الحسن عليه السلام، هكذا كانت صلاة أمير المؤمنين، وهكذا كانت صلاة النبي الأقدس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على محمد وآل محمد. إذن عندما تنظر إلى شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام وتتمعن في عبادة علي بن أبي طالب، حتى قالوا عنه أنه عندما كان يصلي كان يخشى عليه، ونذهب إلى القرآن ونرى أن الله سبحانه وتعالى اختص علي بن أبي طالب بالولاية بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما هو حال الذين آمنوا وما هي صفات هؤلاء الذين آمنوا؟ يقول الذين يقيمون الصلاة. انظر إلى هذه الكلمة، إقامة الصلاة. طبعا إقامة الصلاة لو نريد نفسرها يحتاج لنا مجلدات، لأن إقامة الصلاة تعني إقامة الدين والشريعة. عندما الله سبحانه وتعالى يحصر الولاية بهذا الشخص ويقول يقيمون الصلاة، يعني الولاية لمن يعطي للصلاة حقها. وإذا أعطى الشخص للصلاة حقها أقام الإسلام وأقام حدود الإسلام وحدود الشريعة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالتالي كل قبيح وكل منكر لا يفعل ولا يرتكب عند المصلين، وكل معروف وكل أمر بمعروف يسكن إليه هؤلاء المصلين ويفعل به أو يفعله هؤلاء المصلين. لذلك ترى أن في الزيارة عندما تزور الحسين عليه السلام إنك قد أقمت الصلاة. أقمت الصلاة مو فقط هاي الصلاة، مو عبالك يعني
من وقف في يوم العاشر وصلى الحسين خلص قلنا على هذا الأمر إنه أقام الصلاة، لا، بثورته بأهداف ثورته بما أعطت ثورة الحسين من عطاءات وأعطت للناس وأعطت للعالم وللمجتمعات وأفهمتهم بمعنى الحرية والتحرر والمبادئ الإنسانية والإسلامية، هذه هي إقامة الصلاة. ثورة الحسين عندما تزور الحسين وتقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أي أنك أقمت دعائم الدين. وإحنا نقول أو الفقه الصلاة صلة العبد بربه، طبعا هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. أنت تشوف اليوم إذا ملك أو إذا صاحب سلطة في هذا المجتمع أو في السير نقرأ أصبح عند هذا الملك صلة مع شخص أو مع أحد المقربين، طيب أي مكانة تكون لهذا الشخص وأي منزلة تكون لهذا الشخص، الكل يهاب هذا الشخص والكل يحاول أن يتقرب من هذا الشخص، لماذا؟ لأن هذا الشخص عنده صلة مع ذلك الملك أو ذلك الحاكم، يعني واسطة بين الحاكم وبين الناس، هذا الرجل الذي أصبحت عنده صلة مع الحاكم. طيب كيف الصلة مع ملك الملوك مع الله سبحانه وتعالى؟ ما هذه النعمة التي تحل على هذا العبد عندما تكون الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى موثوقة مربوطة ومتصلة؟ إذن هذا العبد سوف ينعم بالخيرات والبركات لأنه متصل مع الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام زين العابدين عندما أقام الصلاة وعندما تحلق روحه في الصلاة كان متصلاً مع الله سبحانه وتعالى، وكان يريد أن يرسخ في الأذهان ويثبت عند الناس وعند المسلمين أحقية الصلاة وماذا تعني الصلاة وماذا ينال الفرد المصلي من فضل وخيرات وبركات. وإحنا نشوف اليوم في مجتمعنا للأسف الشديد الاستخفاف بالصلاة ووقت الصلاة، والكثير طبعاً لا يصلي أصلاً، وهذه الفاجعة وهذه الطامة الكبرى، لأن الإسلام هو أساس الإسلام هو الصلاة، لأن في روايات وأحاديث تارك الصلاة وناكر الصلاة حكمه حكم الكافر، والإمام الصادق عليه السلام يقول لا ينال شفاعتنا أهل البيت مستخفاً بصلاته، اللي فقط يستخف بالصلاة ما ينال شفاعة أهل البيت عليهم السلام. كيف الحال بمن لا يصلي؟ وطبعاً حضر في البال قضية الصلاة وبني أمية في ذلك الزمان عندما كانوا يستخفون بالصلاة، وهذه القضية يذكرها ابن تيمية هذا المنحرف وصاحب الأفكار المنحرفة الذي شوه صورة الإسلام الحنيف وأعطى للناس وللعالم صورة مغايرة وبعيدة كل البعد عن النهج الإسلامي القويم وعن نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعاً هذه الأمور ناقشها سماحة السيد الأستاذ في محاضراته وأعطى ما أعطى من ردود على هذا المنحرف، لأن الأفكار المنحرفة تؤثر، وإذا أثرت طبعاً حلت الكارثة، ولا بد لنا من التصدي لهذه الأفكار المنحرفة لكي نحد من التأثير ونوقف هذا المد المخيف الذي لحق بالدول الإسلامية ويلحق بالشباب. فهذا ابن تيمية يذكر في كتاب منهاج السنة أن الناس قد نقموا على بني أمية لسببين، انتبه عزيزي، أن الناس نقموا على بني أمية لسببين، يقول بغضهم لعلي بن أبي طالب هذا الذي أقام الصلاة وأقام الدين وأعطى للدين وقدم ما قدم، يقول نقم الناس على بني أمية لبغضهم لعلي بن أبي طالب وعدم الصلاة في مواقيتها، يعني الاستخفاف بالصلاة.
يقول وقد روي عن أبي عمرو الجملي عندما مات قال لقد غفر الله لي بشيئين أو أمرين، بحبي لعلي بن أبي طالب ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها. هذا هو من يروي، ابن تيمية هو من يقول. طيب ابن تيمية هنا يقول الله سبحانه وتعالى غفر لهذا العبد الصالح لأنه أحب علي بن أبي طالب وحافظ على الصلاة، وفي المورد الذي قبل هذا المورد يقول نقم الناس على بني أمية لبغضهم علي بن أبي طالب. طيب كيف يا ابن تيمية تجعل من هؤلاء الذين يبغضون علي بن أبي طالب تجعل منهم أئمة وسادة وأمرهم مطاع وإطاعتهم من طاعة الله والخروج عليهم بمثابة الخارجي الذي يستحق القتل؟ والنبي يقول حب علي إيمان وبغضه نفاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل أتى بهذا الكلام من عنده من جيبه؟ لا، أكيد النبي عندما يتكلم كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوحي لنبيه والنبي يتكلم. النبي يقول حب علي إيمان، إذن الله سبحانه وتعالى من جعل حب علي بن أبي طالب إيمان وبالمقابل جعل بغض علي من النفاق، الله هو من جعل هذا الحب وقرن هذا الحب بالإيمان. إذن هذا عاطفة مع علي بن أبي طالب أم علاقة شخصية لله سبحانه وتعالى مع علي بن أبي طالب، أم إن هذا الحب الذي قرن بالإيمان هو علة واستحقاق، علة شرعية واستحقاق لعلي ابن أبي طالب عليه السلام حتى يقرن حب هذا الرجل بالإيمان وبغضه بالنفاق؟ وابن تيمية يوالي من يبغض علي بن أبي طالب ويحب من يبغض علي بن أبي طالب ويجعل من الذين بغضوا علي بن أبي طالب أئمة وقادة وسادة ويقرن طاعتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن نعود للإمام زين العابدين عليه السلام صاحب المصيبة الذي حافظ على الصلاة وأقام الصلاة وجذر في النفوس والقلوب والعقول قضية الصلاة والعبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، حتى أنه جسد الروحانية الحقيقية بين العبد وربه عندما يكون في معراج الصلاة مستقبلا القبلة لله سبحانه وتعالى مصليا بقلب وروح وعقل وجسد. كل هذه مستحضرة عند الإمام زين العابدين، حتى سمي الإمام بزين العابدين وسيد الساجدين لأنه كان يطيل السجود ويكثر من العبادة. القضية الثانية في حياة الإمام زين العابدين حياته الاجتماعية مع الناس. نأخذ نبذة مختصرة عن حياة الإمام. الإمام عليه السلام كان سفير المحبة، ذلك القلب الرحيم والعطوف بالناس الذي يعاشر الناس ويكسب الناس، كان حسن الخلق، وحسن الخلق يعرف بأنه الميل لمعاشرة الناس. الإنسان عندما يكون صاحب أخلاق حميدة، صاحب أخلاق فياضة تفيض على المجتمع، المجتمع لذاته لنفسه سوف ينجذب لهذا الإنسان لما يحمل هذا الإنسان من خلق رفيع في التعامل مع هؤلاء الناس. وبطبيعة الحال الناس يحتاجون إلى الكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة. فيروى عن الإمام زين العابدين وعن حياته في ذلك الوقت وذلك الزمان، كان عندما يخرج من البيت يلتجئ إليه الفقراء والمساكين ويلوذون بالإمام زين العابدين، والإمام كان ينفق في سبيل الله ويعطي لهؤلاء الفقراء والمساكين. ولو تأتي إلى الحقيقة الإمام لم يكن سياسي كهذه السياسة الدنيوية، ولم يكن صاحب سلطة أو صاحب مال أو صاحب واجهة حتى أنه يعطي من أجل هذه الواجهة والسلطة والمال. الإمام كان إماماً معصوماً عابداً ناسكاً زاهداً، وعندما يعطي يعطي لله سبحانه وتعالى. إذن ما حال الذين يكون واجب عليهم العطاء؟
الذين يكون واجب عليهم مراعاة الفقراء والمساكين. شوف حال العراق اليوم وشوف حال ولاة الأمور الساسة الذين ينعمون بالأموال ويعيشون في القصور والناس تأكل من المزابل. هذه حقيقة، لا نهرب من الحقيقة. العراق اليوم يمر بمأساة، والكل يحيي مجالس الحسين ويجلس في مجالس الإمام زين العابدين ويظهر أمام الشاشات، والشعب فقير ويصل به الدرجة إلى أنه يقتات من المزابل. أين هي أخلاق زين العابدين؟ ألم يتعلم هؤلاء من الإمام زين العابدين عليه السلام ويكونوا ملاذاً لهؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين؟ من منهم اليوم نزل وتفقد أحوال النازحين والمهجرين؟ من من المسؤولين؟ وطبعاً القضية تؤلم القلب، يعني أنا ما أعرف شلون أقارن بين هؤلاء وبين علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني شلون ماكو مقارنة؟ يعني تقول هذا شيعي وهذا دولة شيعة وينتمي لعلي بن أبي طالب والناس تلتح في السماء. في الصيف يضربهم حر الشمس والهواء الحار ولهيب السموم الحار، في الشتاء تحت الصقيع وفي البرد. طيب ماكو وجه مقارنة، شلون نقدر نقول أن هؤلاء يمثلون علي بن أبي طالب؟ نترك لكم التقييم. من منهم نزل إلى الشارع ونظر في مأساة هؤلاء الناس، أحوال هؤلاء الناس، فقط ليقلل من معاناتهم بالشيء اليسير؟ النازحين حتى الإعلام نسى قضيتهم، بعد ما يطلعون على الإعلام انتهت بعد. ملايين الناس ما زالوا من معاناة إلى معاناة ومن ألم إلى ألم، يعتصرهم الألم، أطفال، نساء، شيوخ، رجال، كلهم في مأساة، مأساة حقيقية. الأموال تصرف والبنوك في الخارج تستقبل هذه الأموال وتمتلئ الجيوب ولا يحصلون حتى على الفتات. طيب، الإمام زين العابدين عليه السلام كان ملاذاً للفقراء وملاذاً للمساكين وملاذاً لكل من فقد في المجتمع، فقد المحبة، فقد العزيز، فقد المال، فقد الصحة. حتى يذكر أن الإمام عليه السلام يوم من الأيام خرج من بيت الإمام وإذا بمجموعة من الناس مصابين بالجذام. هذا مرض جلدي، الجذام يصيب الإنسان، تسببه نوع من أنواع البكتيريا، يؤثر على الجلد فيشوه جلد الإنسان ويكون هذا المرض معدي، فيكون الإنسان ناقل للعدوى بمجرد الملامسة. لمجرد الملامسة تنتقل العدوى من شخص لشخص آخر. المجتمع ينفر من هؤلاء المرضى، لا يستقبلهم، حتى الطبيب لا يعطي العلاج لهؤلاء المرضى خوفا من انتقال العدوى، فيكونون أو تكون هذه الشريحة منبوذة في المجتمع. الإمام زين العابدين ماذا فعل؟ خرج ووجد هؤلاء الناس، دعاهم إلى منزله، أعطاهم الطعام وأعطاهم الملابس وجعلهم يتنظفون ويأكلون، وهذا هو فعل الإنسان الخير. شوف الصحة اليوم بالعراق، خلينا شوي نقارن. ما شاء الله، العراقيين تارسين المطارات، اللي للهند، اللي لبنان، اللي تركيا، اللي للمريخ، وين ما كان يروحون، لكل البلدان، ويتعرضون للابتزاز المالي من قبل ضعاف النفوس. بسبب من؟ بسبب الفساد في المؤسسة الصحية. وحدث ولا حرج، تروح للمستشفى حتى الفيلم مال الأشعة ما موجود، صور بموبايلك واخذ للطبيب، طبعا إذا لقيت الطبيب موجود ومنتظرك. مأساة، من مأساة إلى مأساة، ومن ألم إلى ألم. والمشكلة دولة علي بن أبي طالب والذين يتولون هذه الأمور شيعة وينتمون إلى مذهب أهل البيت. أطفال مصابين بالسرطان في البصرة، مستشفى كامل للطفل ماكو علاج، مرض خطير وحساس جدا يفتك بالأنفس والأرواح.
وتصرف المليارات لجلب هذا العلاج، علاج كيميائي يسموه ثيمو ثيرابي، هذا علاج كيميائي، الأموال تصرف لجلب هذا العلاج من البلدان بلجيكا وألمانيا وغيرها، يصرف العلاج ويأتي العلاج ولكن يباع علاج في الأسواق السوداء، ويبقى الطفل يعاني حتى يموت في أحضان أبيه. لا إله إلا الله، من الذي يسرق الأموال؟ من النجي جاء من الهند؟ لا، عراقي. المن ينتمي؟ ولاية علي بن أبي طالب، مسلم، خلينا نقول مسلم. زين، سرق أموال أو سرق علاج مريض محتاج للعلاج، طفل مصاب بالسرطان. شوف الابتزاز في المستشفيات، جناح الخاص وغيرها، بعد بطلوا ما يشتغلون عمليات بالجناح العام إلا إذا عندك واسطة مع الطبيب أو عندك شخص يعمل في هذه المستشفى، يلا يسوي لك عملية على العام وتطلع روحك يلا تخلص العملية، مو صحيح؟ بينما بالجناح الخاص رأساً سجل ادفع وصل 750 ألف مليون، طب ادخل صالة العمل. مين يجيب الفقير؟ ما حد يسأل، ما حد يعرف، هذا الإنسان ما عنده قوت عياله، قوت عياله ما يملك، يروح يقرض ويجي منا ويرد منا إلى أن يحصل نصف المبلغ ربما، والنصف الآخر تجمع للناس أهل الخير يروح يسوي العملية. وهذا الطبيب طبعا مع احترام الأطباء الخيرين الذين ضحوا وأعطوا ما أعطوا لهذا البلد، ولكن الكثرة من الأطباء لقد أصابهم مرض الجشع. شوفوا شارع الأطباء بالديوانية هنا عندنا، روح الشارع الأطباء وشوف الابتزاز للمرضى. مريض يجي يدخل على طبيب، يطلع من الطبيب الواقف باب الطبيب يقول له من هاي الصيدلية، ما يدري هذا فقير، ما يعرف شنو المؤامرة اللي جاي يصير، يطلع يروح لهذا الصيدلية، الصيدلية طبعا تدفع إيجار العيادة مال الطبيب، وتدفع المولدة مال الطبيب، وتدفع أجور الكهرباء، والدكتور ما له علاقة، الطبيب عليه يكتب الوصفة ويمشي يروح المريض. فالصيدلان من يطلع هاي الأجور؟ يأخذها من الوصفة، يعني إذا كلفة الوصفة 20,000 تصير 40,000. لذلك قبل فترة صديق كلمني قال والله رحت صيدلية بشارع الديوانية هنا شارع الأطباء، يقول دخلت على الصيدلية قال لي 60,000 العلاج، يقول أنا ما عندي، قلت له أعطيني وصفة أرجع بعد أجيب المال وأرجع. يقول خبرت ولا صديقي قلت له هاي الوصفة، قال لي جيبها، يقول جبتها قال لي 13,000 هاي نفس العلاج. زين، شوف الابتزاز. وطبعا هذا أخذ الأرباح 13,000 باستيفاء الأرباح، الأرباح مستوفية، مو نقول لله سبحانه وتعالى وعطاه، لا، الأرباح مستوفية وخلص. إذن أي معاناة وأي ألم وأي ضيم قد لحق به المواطن العراقي، لماذا هذا السكوت؟ من هنا نوجه صوتنا إلى المعنيين في وزارة الصحة، المدراء العاميين، اطلعوا شوية وشوفوا ايش جاي يصير بشارع الأطباء، ايش قد الأموال جاي تؤخذ على الوصفات وعلى التحاليل وعلى الأمور الأخرى من أشعة وغيرها وسونار ومفراس وغيرها. الأجور هذه مقررة من وزارة الصحة أم كل من يشاء يجعل ويضع التسعيرة التي تناسبه؟ إذن نتعلم من الإمام زين العابدين كيف كان يتعامل. هذه رسالة من الإمام زين العابدين عندما تعامل مع هؤلاء المساكين و استقطبهم وأدخلهم منزله، هذه المعاملة وهذه الإنسانية. لماذا فقدنا الإنسانية وفقدنا هذا التعامل وأصبح كل همنا هو المال وجمع المال وجمع الثروة؟ الأموال تذهب والثروة تذهب، لا يبقى إلا العمل الصالح. من يفيدكم هنالك في القبر أيها السياسيين؟ هذا الكرسي الذي تجلسون عليه زائل، شوف بهلول هذا الرجل الصالح رضوان الله عليه، دخل إلى قصر هارون في بغداد، كان نايم هارون، فهذا البهلول اللي يوجه رسالة، هذا رجل عالم ولكن كان يمثل أنه مجنون حتى يوصل الرسالة. سبحان الله، شوف الحق شلون يكون متعب وإيصال صوت الحق، كيف عانى هؤلاء الرجال.
فدخل على قصر هارون، كان نايم هارون. طبعا نشوف هذا قصر هارون وهذا الخليفة وملك الزمان، شلون يكون هذا العرش مالته، شنو الديكور، شنو الاكسسوارات، شنو الإضاءة وغيرها. طبعا جزء يعني في هذا الوقت ماذا يفعلون له، في ذلك الزمان ما كان متوفرة هذه الأمور، وكان يعجب الناظر. فهذا البهلول ذهب مسرعا، جلس على هذا العرش. طبعا جلس على عرش الخلافة، أجوا الحراس أخذوا بهلول وأوسعوه ضربا، يضربون إلى أن يصيح لمن سمع هارون ذلك الصوت، فاستيقظ من منامه على صوت هذا المسكين. عندما كان يضرب استيقظ هارون، أتى ما الخبر؟ قالوا هذا البهلول قد جلس على العرش وكرسي الخلافة. أجي قال لي يا بهلول ليش ما انتظرت؟ أقعد وأخليك يوم كامل تجلس على هذا الكرسي. قال لي والله أنا ما أصيح وما أبجي على مود نفسي. قال لي شلون؟ قعد علي من تبجي؟ قال لي أنا أبجي عليك، أنا قعدت دقيقة وشوف شلون تعرضت لهذا الضرب، وانت صار لك 20 سنة، الله يعينك، ايش راح يضربوك؟ ايش راح تتعرض للضرب؟ 20 سنة قاعد على الكرسي وانا دقيقة شوف شنو تعرضت، فانت الله يعينك ايش راح يسوون بك؟ يقول بكى هذا هارون الى ان ابتلت لحيته. طبعا التعب، الكراسي زائلة، لا يبقى الا وجه الله سبحانه وتعالى، المنصب زائل، الاموال زائلة، الثروة زائلة، لا يبقى شيء في هذه الدنيا إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا حق المسلم على المسلم أن يرى حاله وينظر في أحواله. النبي يقول من بات ولم ينظر في أمور أو لم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم. فكيف إذا كان هؤلاء هم أولى بالاهتمام بالناس، هم واجب عليهم الاهتمام بالناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يشافي جميع المرضى، وبالخصوص أطفال المصابين بالسرطان. بركة الصلاة على محمد وآل محمد. إذن فلسفة حياة الإمام زين العابدين عليه السلام تحتاج منا الكثير. ننتقل الآن إلى أسعفنا الوقت إن شاء الله إلى فقرة وهي بكاء الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين بقي يبكي على أبيه الحسين بكاء شديدا، وجزع على الحسين جزعا شديدا، حتى أن الجميع قد ضاق بهم هذا الأمر. الكل كان يقول للإمام زين العابدين: أما أنا لحزنك أن ينتهي يا ابن رسول الله، إنا نخاف عليك أن تكون من الهالكين. الإمام بقي يبكي على الحسين. طبعا الإمام قضية بكاء على الحسين بحد ذاتها فلسفة، قضية البكاء على الحسين عند الإمام زين العابدين كانت فلسفة، وليس فقط بكاء على الحسين بكاء فقد العزيز، لا، كان بكاء لفقد عزيز وإمام معصوم، وكان بكاء ليرسخ قضية الحسين عليه السلام. كان للإمام زين العابدين الأثر الكبير والدور الكبير في بقاء قضية كربلاء واستمرار قضية كربلاء ونشر آثار ثورة الحسين عليه السلام، وإعطاء للناس فكرة هذه الثورة وأهداف هذه الثورة. إذن الإمام زين العابدين كان الحركة الإعلامية الكبرى، نقدر نسميها الحركة الإعلامية الكبرى التي واكبت ثورة الحسين عليه السلام، ونقلت للناس وللتاريخ وللعالم أهداف هذه الثورة المباركة. إذن بكاء الإمام زين العابدين على الحسين كان فلسفة، كان تجذيراً لثورة الحسين وذكراً، امتداد لذكر ثورة أبي عبد الله الحسين ونشر آثار ثورة. لأن الإمام عندما كان يبكي في الأسواق مثلاً، في الأسواق يبكي على الحسين، الناس في الأسواق طبعاً في طبيعة الحال السوق يعتبر مركز إعلامي. كان الشعراء في عصر الجاهلية عندما يريدون أن ينقلوا أو يريدوا قراءة قصيدة جديدة يقرؤوها في الأسواق، حتى كان واشتهر سوق عكاظ
بقضية الشعراء ونشر المعلقات. إذن الأسواق بحد ذاتها تعتبر أو تعتبر مركز إعلامي، لأن الذي يطرح في الأسواق يطرح على عامة الناس، لأن الذي يأتي إلى السوق للتبضع يأتي من محافظة أخرى، من مدينة أخرى، من قرية أخرى، شارع غير هذا الشارع، فيسمع هذه القضية يذهب وينقل هذه القضية في مكانه، في دولته، في بيئته ومجتمعه. فالإمام زين العابدين كان في الأسواق يبكي على الحسين، فيراه الناس يتذكرون قضية الحسين. عندما يرون الإمام يبكي على الحسين تعيش في قلوبهم ونفوسهم ثورة أبي عبد الله الحسين. إذن البكاء على الحسين قضية مشروعة، والإمام زين العابدين هو من أول من أسس المأتم والمآتم على أبي عبد الله الحسين، لما في المآتم من فائدة كبيرة لجميع الناس، لأن المآتم الحسينية إذا أردنا أن نجمل فوائدها، فوائدها كثيرة. واحدة من هذه الفوائد تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ومناخ مناسب للإنابة وقبول التوبة، المجالس الحسينية وفرصة ومناخ مناسب ليلتقي الناس ويتعارفوا وتبث فيها روح الإنسانية والمحبة والألفة، والكل كل الناس يتوادون في مجالس أبي عبد الله الحسين ويتراحمون في هذه المجالس. ممكن في مجالس الحسين تصبح فرصة وتنعقد قضية ومشروع إنساني لإغاثة ملهوف وإغاثة مكروب ومساعدة مريض وغيرها. إذن المجالس الحسينية لها فوائد جمة وعديدة. الإمام زين العابدين عليه السلام كان له الفضل في هذا الأمر، وأول من عقد مجالس البكاء ومجالس الحزن على أبي عبد الله الحسين ليجذر قضية كربلاء في نفوس الناس، لأن قضية كربلاء عاشت في نفوس الأنبياء. قضية كربلاء عاشت في قلوب ونفوس جميع الأنبياء والأولياء والصالحين. كل الأنبياء بكوا على الحسين، كل الصالحين بكوا على الحسين. آدم عليه السلام بكى على الحسين، إبراهيم عليه السلام بكى على الحسين، يوسف ويعقوب وموسى وعيسى، كل الأنبياء بكوا على الحسين، لأن قضية الحسين تعيش في نفوس وقلوب وضمائر الأنبياء والأولياء والصالحين. إذن استمر حزن الإمام زين العابدين عليه السلام على أبيه الحسين حتى آخر لحظات وحياة الإمام، كان يبكي على أبيه الحسين ويذكر قضية الحسين وقضية كربلاء وواقعة كربلاء، ويتذكر تلك الآلام التي حلت بالنساء والسبايا، حتى أن يوم من الأيام قد دخل على الإمام أبي حمزة الثمالي، وجد الإمام باكياً ناحباً، قال له يا مولاي بعد المواساة طبعاً، قال له يا مولاي أما آن لهذا الحزن أن ينتهي؟ أما آن لأن تكفكف دموعك يا سيدي؟ إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. الإمام يقول له نعم جزاك الله. طبعا بعدما قال له يا سيدي إن الموت لكم عادة، أو إن الشهادة لكم، الموت لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، الإمام بعدما يشكر هذا الموالي الصالح يقول له نعم آجرك الله، إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت بأن السبي لنا عادة؟ الإمام كان يتألم على قضية كربلاء وسبي النساء، لما هذه القضية من آلام في نفوس أهل البيت ونفس الإمام صاحب العصر والزمان، روحي لتراب مقدمه الفداء. قضية سبي النساء فاجعة كبيرة، لأن الأعداء في ذلك الوقت في ذلك الزمان فعلوا ما فعلوا مع الحسين أمام مرأة ومسمع الإمام زين العابدين، لكن الله اختار لهذا الإمام أن يكون مريضاً في ذلك الوقت حتى تكون هذه عذر ومشروعية لبقاء هذا الإمام عليه السلام على قيد الحياة، ليستمر أرث الإمامة وأرث النبوة ويعطي ما يعطي للبشرية والناس من ثمار.
إذا الإمام كان يتذكر هذه الحوادث ولما من سبي النساء من فاجع في قلب الإمام. يذكر المؤرخون في يوم العاشر من المحرم عندما قتل الحسين عليه السلام، أراد الإمام زين العابدين أن يخرج، عندما سمع مناجاة الحسين ألا من ناصرين ينصرنا، ألا من ذاب يذب عنا، ألا من مدافع يدافع عن حرم رسول الله. الإمام زين العابدين ينهض من ذلك الفراش. عم زينب ناوليني عصاي أتوكأ عليها. زينب هنا احتفظت بوصية الحسن، قالت له يا عم بالله عليك ارجع إلى مكانك، أرجعته إلى مكانه. خرجت زينب تترقب ماذا حل بالحسين، فهي لم ترى له شخصا ولم تسمع له صوتا. وويلاه وإذا بفرس الحسين قد أقبل مخضبا ناصيته بدماء الحسين، وهو ينادي الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنتي نبيها. والله زينب تقل يا مهر حسين ما ظنيت لنا تجي وتعوف بالحامة ولينا والله يقل أصواب قلب ما يعينا، والله يقل أصواب قلب ما يعينا مهرولات على وجوهن في الصحراء. خرج الأطفال يركضون من لوعة المصيبة. هنا زينب افتقدت طفلة من أطفال الحسن. يقول حميد بن مسلم رأيت طفلة من بنات الحسن تركض والنار مشتعلة بأذيال ثيابها. يقول ذهبت لهذه الطفلة أطفأت النار من على
يقول أخذت الطفلة وإذا بالنساء قد حملوهن على نياق هزل وهن ودائع الأنبياء. يقول أعطيت الطفلة لزينب وكأني بزينب من على ظهر الناقة وهي تودع جسد أخيها الحسين. ها جسد الحسين جثة بلا رأس مقطع الأشلاء مقطع الأعضاء. زينب من على ظهر ناقتها والله تقل ودعتك يلا يا عيوني ألا يردون عنك ياخذوني والله شمروخ ولا يباروني ألا ناديت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحميه ما تجوني من ايد الاعاد تخلصوني. هنا سكينة عليها السلام سمعت عمتها زينب وهي تخاطب ذلك الجسد قالت لا عم من تخاطبين؟ قالت لا اني اخاطب جسد ابيك الحسين. سكينة رمت بنفسها من على محملها على جسد الحسين. والله تقل يا ابويا من قطع راسك يا ابويا من سلب ثيابك والله يا والدي والله هضيمة ببركة الإمام زين العابدين مريض كربلاء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نقسم عليك بمريض كربلاء الإمام زين العابدين. يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله ولا سيما المرضى المنظورين من أوصانا بالدعاء. يا الله اقضي حوائج المحتاجين. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته يسر أموره سدد دينه. اللهم الإخوان المؤسسون لهذا المأتم الشريف تقبل عملهم بأحسن قبول إلى أمواتهم وأموات الجالسين إلى أرواح شهداء العراق الأبطال شهداء المبدأ والعقيدة والأصالة. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقتان بذكر محمد وآل محمد.